صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البداية بالتنس، وبطلتنا التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميا فشلت البارح في التتويج بلقب بطولة ويمبلدون بعد هزيمتها امام اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 42 عالميا في مقابلة الدورة النهائي بزوز مجموعات نظيفة تفاصيلهم 6-4 و6 مقابل 4، وهي المرة الثانية على التوالي اللي تنهز فيها أنس جابر في نهائي ويمبلدون، رغم أنها كانت قريبة برشا من تحقيق إنجاز تاريخي كأول لاعبة عربية وإفريقية تتوج بلقب في الجراند سلام. في أخبار أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وفي النادي الرياضي الصفاقسي رسمية لجنة النزاعات التابعة للفيفا قررت تسليط عقوبة المنع على المنع من الانتدابات على السي اس اس بسبب القضية اللي كان رفعها الثلاثي الجزائري ملك رياح زكريا المنصوري وهشام النقاش، وبالتالي فإنه النادي الصفاقسي باش يكون مطالب بدفع 650 ألف دينار من أجل رفع العقوبة وتسجيل المنتدب الجديد. وضح الزيدية الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري أعلنت عن تعيين طارق اللجاني في خطة مدير رياضي لفريق لويسمو، ونذكر أنه اللجاني سبق له العمل كمدرب مع عديد الفرق التونسية على غرار مستقبل سليمان واتحاد تطاوين، بالإضافة لتجربة خارج تونس مع نادي سان بيدرو الإيفواري. في أخبار الميركاتو، النجم الساحلي أعلن عن تجديد عقد مهاجمه ياسين الشماخي بزوز مواسم إضافية لغاية جوان 2025. لتوال كان انتدب الشماخي في الميركاتو الشتوي الفارط بعقد مدته 6 أشهر قبل ما يقرر تجديد عقده البارح بعد نجاحه في تجربته الأولى مع لتوال وتقديمه للإضافة لفريق جوهرة الساحل. الأولمبي البيجي بدوره أعلن تعاقده مع الحارس السابق لهلال الشابة ونجم المتلوي عبد السلام الحلاوي، واللي باش يكون في تعويض للحارس أشرف كرير اللي كان التحق بالنجم الرياضي الساحلي. في أخبار المدربين، نادي الجيش الملكي بطل الدوري المغربي في الموسم الفارط أعلن تعاقده مع المدرب التونسي نصر الدين النابي، نذكر أنه النابي كان توج مع نادي يونغ أفريكانز التنزاني بالثلاثية في الموسم الفارط بطولة وكأس وكأس السوبر التنزاني، وصل معها الفريق إلى نهائي كأس الكاف في الموسم الفارط. في كرة السلة، منتخبنا التونسي أنهى البارح مشاركته في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين أفريكان أنغولا 2023، واللي أنهاها منتخبنا في المركز الخامس بعد انتصاره البارح على نظيره اللاكيني بنتيجة 67 مقابل 59 في المباراة الترتيبية من أجل المركز الخامس. الرياضات الفردية، رسميا اختتمت تونس البارح مشاركتها في الألعاب العربية بالجزائر في المركز الثاني في الجدول العام للميداليات برصيد 121 ميدالية، تفاصيلهم 23 ذهبية 47 فضية 51 برونزية، في حين الصدارة فإنها كانت للجزائر البلد المنظم برصيد 255 ميدالية تفاصيلها 106 ذهبية 77 فضية 72 برونزية، في حين المركز الثالث للمغرب برصيد 84 ميدالية تفاصيل 21 ذهبية 38 فضية و25 ميدالية برونزية. نختم نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية، تساهم ممارسة الرياضة في تعزيز المناعة وتنشيط الذاكرة بالإضافة للحد من كمية الدهون المتراكمة في الجسم وتحسين عمل الجهاز الهضمي. هذا كل ما عنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيد الترابلسي، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة فام، وإن شاء الله نهاركم زين. لايف سبور، لايف سبور، أخبار.